هذا بحد ذاته يمكن رسالة مهمة. دكتور يعني احنا اليوم عندما نتحدث عن مؤسسات وايضا جهات تتبنى البحث العلمي، يعني مثلا شفنا بالتقرير قبل شوي عندنا في الاردن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صندوق البحث العلمي ودعم الريادة ونحو جيل اردني مبتكر كدعم من خلال مبادرة المئوية، واكيد مثل ما هو موجود في الاردن في مصر في العراق في فلسطين، وهذا شيء مهم وهذا موجود زيه في كل دول العالم. كيف ممكن ننافس على مستوى العالم؟ كيف ممكن نعمل شيء مهم للجيل القادم في البحث العلمي؟ ما هو المطلوب؟ طيب أنا بداية بس أحب أرسل رسالة تحية كبيرة جدا للشعب الأردني وعلى رأسه الملك عبدالله، لأنه متبني قضية البحث العلمي في الملك عبدالله برضو نقدر نقول عليه من الشباب زينا اللي أخذ قسط من التعليم في الخارج وعارف أهمية البحث العلمي، ليس رفاهية. البحث العلمي من يمتلك المعرفة هو من يمتلك اقتصاد قوي ومن سيمتلك إرادته مستقبلا وبقاؤه. فأنا بحيي الملك عبدالله من خلال هذا البرنامج على التوجه بتاعه. الأردن أحد الدول العربية الرائدة في مجال البحث العلمي في وسط الدول العربية، ويمكن مخصصة ميزانية ليست بالقليلة من أجل دعم هؤلاء الباحثين. وبأمانة الأردن يمتلك ثروة بشرية رائعة، يمكن احنا بنتقابل معهم في كثير من المؤتمرات وخلافه. فكل ما ينقص مش بس الأردن، الدول العربية، هو الربط ما بين المنتج أو الفكرة اللي هتطلع من هذا البحث ونطبقها إزاي. وما زال هذا الربط هو اللي ينقصنا عموما في الدول العربية يعني كلها، يعني نخرج مما نراه إلى الواقع الذي نعيشه. وهي أساس البحث العلمي. وأنا يعني كتير انبسطت من الكلمة أنه بالفعل العلم اليوم مش رفاهية. من يملك العلم والتكنولوجيا وقادر على تطبيق ذلك على أرض الواقع سيكسب المستقبل ويكسب العالم.